سيد ميتال؟ شونالي هلأ مشيت وسطني مشان أعطيكم هاد. شو هاد؟ شيك، شيك مفتوح. عن جد هذا شيك مفتوح؟ بالحقيقة شونالي كتير بتحبه لبراتيوش، بتحبه فوق ما بتتخيلوا. أنا شرحت لها الموضوع وقلت لها بالضبط شو وضعكم وشو ظروفكم، ومع هالشي ما كانت تقدر إنها تنسى براتيوش ولا بأي طريقة ممكنة. تخيلوا إنها مستعدة تتخلى عن كل شي بس مشان ابنكم. لك مو معقول شو بتحبه. شو عم تقول؟ بصراحة أنا ما كنت ناوي أعطيكم هذا الشيك، بس شو بدنا نعمل؟ شونالي رفيقتي من زمان كتير، وما فيني أبداً ما نفذ اللي طلبته مني. يا حرام عالشي اللي صار فيها. صدقوني إنها جنت وقت عرفت إنه بده يتزوج، ما عاد قدرت تقعد بالهند أبداً، لهيك قررت إنها تترك وتروح. بس حتى بهذا الوضع ما قدرت تروح قبل ما تعمل شي مشان براتيوش، وحبيت تترك لكم هالشيك، وقالت لي لخبركم خلي براتيوش يحط أي مبلغ بده إياه. هيك هي وصتني قبل ما تروح من هون. نيالكم بهالأيام ما حدا بيقدم اللي قدمته، بس بصراحة يا جماعة وجعني قلبي عليها لأنه راحت وهي كتير مزعوجة. يمكن ما بيصير أحكي عنها هيك، بس بترجاكم اعذروني لأنه مو قادرة أسكت. الغوا زواج براتيوش من جانجا وزوجوه من شونالي. شو بدكن أحسن من هيك لأبنكم؟ وكلياتنا منعرف أنتوا إجيتوا على هذا البيت مشان المصاري، مزبوط؟ فشو بدكن أحسن من هالفرصة هاي؟ قد ما بدكن مصاري معه. ويا حرام هي ما بيهمها شي، ما بيهمها غير براتيوش. صدقوني هذا الخيار الأفضل لإلكن. للأسف ست برانيتا ما عاد نقدر نعمل شي. صدقيني إذا هلأ منحكي بهالقصة ميرا رح تقتلنا فورا. ميرا ما رح تقدر تأذيكن لأنه ما رح خليها تعرف بأي شي. أنا حاطة خطة كتير مدروسة لهذا الموضوع، بس بشرط إنكن تنفذوها مثل ما بقلكن تماما. بس إذا نحن لغينا هالزواج؟ إذا سمعتوا مني ولغيتوا هالزواج لا تخافوا من عائلة والي، لأنه أنا بضمن لكم أنهم يتفهموا الحب اللي بيناتهم، وما رح يكون عندهم مشكلة أبدا بفسخ هذا الزواج. بس السيد والي مبسوط كتير بنسبنا، فكيف بده يرضى بهالشي؟ لما قاله للسيد جايب المعلومات اللي عندي فرح يفسخ الزواج بنفسه. كيف؟ أنا رح قلكم.